مساء الخير مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من برنامج كش ملك. مشكلة المرور في محافظة الدقهلية ما زالت المشكلة مستمرة، برغم ان احنا اتكلمنا فيها قبل كده، واحد المواطنين بعت لوزارة الداخلية بيشتكي انه راح يفحص في دارة مرور الدقهلية، اجبروه على شراء شنطة وكشف مطور، كشف وفحص مطور وفحص كاوتش، ودفع حوالي 400 وحاجة 450 435 جنيه رسوم، وقال ان هو بيتم اجباري عليها، بالرغم ان هي مع وزاره الداخليه اعلنت ان الحاجات ديت حاجات اختياريه. ممكن نجيب الرد كده بتاع وزاره الداخليه على المواطن، لانه اتصل المواطن بعت شكوى لمجلس الوزراء، قال لهم الكلام اللي احنا قلناه. بطبيعه الحال مجلس الوزراء بعت لوزاره الداخليه، في مواطن بيشتكي بيقول 1 2 3 4، ردت عليه وزارة الداخلية قالت إن الأمور دي بتبقى أمور اختيارية، إحنا ما بنجبرش عليها المواطنين، وإن الكلام بتاعه عاري من الصحة. رجعت المواطنين اتصلوا بينا يمكن امبارح أو أول امبارح، خلال الأسبوع اللي فات، خلال الأسبوعين اللي فاتوا اتصلوا بينا قالوا لا، هي العملية ما بقتش عملية إن هو بنشتري شنطة ومثلث وقرطاس وبنشتري حاجات إحنا في غنى عنها، أو المواطن واخدها وموجودة عنده أصلاً. يمكن على الشاشة دلوقتي ده الرد بتاع وزارة الداخلية على مجلس الوزراء على الشكوى بتاعة المواطن، إن الكلام بتاعه كلام كذب وإن ده مش حقيقي. لكن الأمر في محافظة الدقهلية وفي إدارة مرور الدقهلية يمكن بعد الرد بتاع وزارة الداخلية ده على إنها كذبت المواطن، يبقى أصبح إدارة المرور في محافظة الدقهلية إدارة صادقة، كل كلامها حقيقي، كل كلامها صح، وإحنا ما بنكذبهاش. لكن إحنا عندنا مواطنين اتصلوا علينا، عندنا مواطنين كلمونا قالوا الامر ما بقاش على الشنطه. طب انا باخد الشنطه بفحص النهارده، باخد الشنطه بعينها ما بيتمش استخدامها، برجع تاني يقول لي لازم تاخدها واروح افحص، يقول لي لا مش هتفحص، او ارجع ورا او روح او اعمل. المهم بتبقى عمليات لتعقيد المواطن او لعرقله المواطن، على انه في الاخر لازم ياخد الامور، الامر اللي هو اختياري بياخده اجباري. مرور الدقهلية ما حطش يافطه زي المرور موجود في 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 اماكن تانيه، في محافظات تانيه حط يافطه ان الحاجات دي حاجات اختياريه مش حاجات اجباريه. مرور الدقهليه ما اعلنش ولا حط يافطه ان الحاجات دي حاجات اختياريه، بل المواطنين بيشتكوا منهم اجباري. يمكن معانا اتصال دلوقتي. الو الو، مساء الخير يا فندم. مين معايا يا فندم؟ مساء الخير، صلاح يونس فكري. استاذ صلاح من مدينه المنصوره. مدينه المنصوره يا باشا. استاذ صلاح، انت رحت اداره مرور الدقهليه فحصت امتى اخر مره؟ امبارح يا باشا. امبارح؟ امبارح. طيب تقصد اول امبارح كان يوم الخميس؟ يوم الخميس. طب حضرتك ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا باشا ان احنا بنسرق علني، يعني اللي بيحصل معانا ده يعني. لا خلينا نقول ايه اللي بيحصل بدون ما نوجه اتهامات لحد، عشان اعتقد ان المكالمه بتاعتك او الفقره ديت اعتقد ان الساده وزاره الداخليه هيسمعونا ونشوف نشوف حل فيها. فحضرتك خلي العبارات بتاعتك بدون اتهام. طيب انا رحت افحص اول امبارح، وجيت اللي هم بيقول لك في 435 جنيه اللي انا هدفعهم فلوس. طب ايه؟ قال لي الشنطه والمثلث وبعض الخدمات هو يقدمها، كتابه على الشنطه، كتابه على المثلث، كتابه على السياره، كتابه على الملف. طبعا ما فيش اي حاجه من الحاجات دي تمت خالص، غير ان الموظف كتب لي رقم السياره على جنب العربيه. يعني هو خد ال 400 435 جنيه على اساس ان هو الشنطه والمثلث وفحص موتور وفحص كاوتش؟ لا، فحص كاوتش غير فحص غير ال 435 جنيه. يعني 435 ديت للشنطه اللي هي شنطه الاسعاف والقرطاس والمثلث. طيب فحص الموتور بقى بكام؟ فحص الموتور يا باشا، فحص الموتور مع المثلث مع شنطه الاسعاف دول 435 جنيه. تمام. ورحت وقال لك احنا عربيات ربع نقل، المطلوب مننا اللي احنا بنجيب حاجه اسمها ميزان. الميزان ده في قريه مصرمة تبع مركز المنصور. الميزان ده احنا عارفين اللي هو قصر مرور، كنا بنروح بوزن ب 30 ب 20 ب 30 جنيه اخر مره السنه اللي فاتت. تمام. وقلت السنه دي اللي الموظف الموجود بيقول لي الميزان بتاعك 250 جنيه. يعني هي كانت السنه اللي فاتت ب 30 جنيه دلوقتي ب 30 جنيه. وصل طالع لصالح اداره مرور او لخزينه الدوله. ده المبلغ ده طالع باقصار رسمي لخزينه الدوله. اللي هو الاحمر.
اه صالة احمر ده اللي خاص الكمبيوتر، بالميزان. ده كمبيوتر طالع ميزان المرور، ميزان المرور البيانات بتاعته. تمام. المهم بقى اليوم الخميس فوجئت ان هو بيقول لي 250 جنيه، فوجئت ان هو مديني شنطه صغيره فيها متر جنزير ومسمارين. سالت في احد المحلات في المنصوره قال لي دول 10 جنيه لو عاوزهم خدهم. اه يعني هو بقى يعني هو اداك من ضمن المصاريف بتاعت الميزان، اداك كمان سلسله متر، متر والسلسله دي متحمله على ال 250 جنيه بتوع الميزان. يا باشا، ده بوصل لوحدها، السلسله بوصل لوحدها خالص، تمام. وخط المرور بتاع الميزان 50 جنيه. مع ان انا لو رحت وزنت عند اي حد بره 20 جنيه بكتير. طيب استاذ، صلاح من مدينه المنصوره، اشكرك، شكرا لاتصالك استاذ صلاح. سادة وزاره الداخليه، اعتقد ان ده مواطن من احد من مواطنين كتير موجودين في محافظه الدقهليه راحوا من الفحص وتعرضوا لنفس الحاجات اللي قال عليها المتصل من شويه. احنا مش بنتهم حد بشيء، لكن احنا عايزين نقول في قرار طالع من وزاره الداخليه بان الحاجات دي حاجات اختياريه، وتم تحديد لها شركات معينه، تمت الشركات دي اعتمادها من وزاره الداخليه، ان الشركات ديت هي اللي معتمده انها تورد الحاجات دي. طب الحاجات ديت اتحطت لها تسعيره، احنا مالناش علاقه بالتسعيره، على اي اساس الشنطه ب 450 مع الحاجات ديت؟ احنا ما نعرفش اسعارها بره بكام، لكن احنا بنقول حضراتكم قلتم انه اختياري. ليه اداره مرور الداخليه مصممه على ان العمليه اجباري؟ طب ليه ما بتنزلش لجنه تفتيش من وزاره الداخليه، من الاداره العامه للمرور، على مرور الدقهليه بدون اعلان مسبق؟ يعني انتوا ما تعرفوهمش ان احنا جايين يا جماعه، احنا جايين. لا، انزل فجاه، شوف اللي موجود، شوف المواطن ساعه الفحص، قول له ايه الايصالات اللي في ايدك دي. يعني مثلا لو الايصالات معتمده بايصال احمر خاص بوزاره الماليه وخزينه الدوله هنقول تمام، متشكرين، تحيه. مين معانا؟ استاذ محمد معاك، اتفضل استاذ محمد. ازيك يا استاذ حسام؟ الله يسلمك استاذ محمد. من الدقهليه، من المنصوره ولا من منين؟ من المنصوره. من المنصوره يا فندم ان شاء الله. استاذ محمد معاك، اتفضل بنسمعك. بقول لحضرتك احنا كنا بنفحص ونفس الماساه اللي الناس بتتكلم فيها انا شفتها بعيني، وحاجه قمه في الظلم بصراحه. يعني انت اخر مره فحصت امتى يا استاذ محمد؟ يوم الخميس. يوم الخميس برضه؟ اه. طيب ممكن تقول لنا ايه اللي حصل؟ العربيه ايه اللي حصل معاك استاذ محمد؟ احكي لنا كده ايه اللي حصل معاك في الفحص، ودفعت كام وايصالاتك؟ احنا رحنا فحصنا يوم الخميس في بدايه الفحص في العربيه الربع نقل، الميزان بتاعك كان 30 جنيه يا استاذ حسام، خلوه 50 جنيه مع وصل مطبوع تاني بيقول ان هو بتاع سلسله او جنزير علشان يركب للكرسي. يعني انت تقصد استاذ محمد، تقصد ان هو اداك ايصالين، ايصال اللي هو بتاع وزاره الماليه ب 50 جنيه؟ ايوه يا فندم. الايصال الثاني بقى، الايصال الثاني؟ لا لا لا، ده ايصال من الشركه اللي هي بتخدم، شركه روماتيك. روماتيك، واخد بال حضرتك؟ مش ايصال مطبوع من المطابع الاماريه. يعني برضه يعني ايصالات. طب الايصال هل الايصال عليه رقم بتاع رقم ضريبي، سجل او اي حاجه؟ يا فندم ما عليهوش اي بيانات غير اسم الشركه بس، وحتى لو عليه هذا الكلام انا كمواطن بدفع لخزينه الدوله فلوس، مفروض اخد ايصال من خزينه الدوله، ما اخدش ايصال من شركه. انا مالي ومال الشركه؟ انا لو هدفع لخزينه الدوله هبقى مرتاح. عايزين كده بعد اذنكم كده هتقول على الشاشه كده صوره بتاعت روماتيك كده بتاع الايصال. اتفضل معاك استاذ محمد، كمل اتفضل. وبعدين حضرتك يا فندم انا دلوقتي لما اجي اخد خدمه هم بيعملوها لي، لما يديني حته جنزير لا تتعدى ال 54 حلقه وطولها لا يزيد عن متر ووزنها لا يزيد عن نص كيلو ب 200 جنيه في اي عرف، يعني تحديد الرقم ده الايصال ده بتاع المؤسسه الدوليه اللي هو بتاع فحص الكاوتش وفحص البتاع. انا عايز الايصال بتاع الروماتيك. لا ده فحص الكاوتش ده حاجه ثانيه يا فندم. اه هو معانا على الشاشه لو انت بتابع استاذ محمد الايصال اللي هو بيقال اللي بيصدر عشان ما اعملش توشيش في التلفزيون. اتفضل معاك، كمل استاذ محمد. عليك يا استاذ حسام. كمل كمل اتفضل معاك. وبعد كده يا فندم لما دخلنا على الفحص، فحص الكاوتش بايصال ب 40 جنيه من مكنه زي مكنه فوري كده. تمام. واخد بال حضرتك؟ ايه يعني انا عايز افهم إيه؟ هو انا ملزم ان انا ادفع الكلام ده وانا مش طالبه؟ وبعدين فاتوره ثانيه او ايصال ثاني، واخد بال معليك؟ الايصال ب 435 جنيه ومكتوب مطبوع تحت منه ان ده اختياري للعميل.
وانت 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 اخدته باختيار بمزاجك ولا؟ لا يا فندم، ده هو اللي معلم الاختيار بمزاجه. اجبارا لازم تدفع 435 جنيه. لما جينا نشتكي ونتكلم يا فندم قال لك اطلع من الصف واشتكي براحتك وبعدين بقى تعلم. يعني ادفع الاول وبعد كده روح اشتكي زي ما انت عايز. طبعا علشان انا مصلحتي معاه، فطبعا المصلحه تعطل. والادهى من ذلك يا فندم ان الملف نفسه لما بصيت عليه بعينيا ما لقيتش الايصالات دي موجوده جوه الملف. يعني الايصالات اللي انت دفعت بقى الفلوس اللي هي بتاعه روماتيك والشركه وبتاع المؤسسه الدوليه بتاع فحص الكاوتش مش موجوده يا فندم من الملف. مش موجوده في الملف. ما انا اللي شفت بعيني ان هي مش متواجده في الملف. استاذ محمد شكرا شكرا لاتصالك. استاذ محمد اشكرك. شكرا. ساده وزاره الداخليه، الايصالات دي يمكن لو رجعناها بس بعد اذنكم بلحظات تاني، نرجع شركه اثاره شركه روباتيك تاني على الشاشه كده، خلينا نشوف الايصال اللي عليه سجل تجاري ولا عليه ملف ضريبي ولا عليه حتى الضريبه، حتى حسبه الضريبه لو حسبناها مع الفلوس اللي مدفوعه الحسبه بتاعتها غلط. طب الساده مباحث التهرب الضريبي، ايه وضع الشركات اللي بتتعامل مع اداره مرور الدقهليه اذا كانت الايصالات بتاعتها صادره بالشكل ده؟ هو ده مش تهرب ضريبي؟ هو ده مش غش اصلا؟ لا موجود ختم ولا موجود رقم سجل تجاري ولا موجود ضريبه، حتى الضريبه الملف الضريبي بتاعه مش موجود الرقم بتاعه، حتى القيمه بتاعه الضريبه المضافه اللي موجوده لو احنا جينا حسبناها حسبه بتاعه محاسب عادي حسبناها، الحسبه لا تضاهي المبلغ اللي موجود محسوبه اي بشكل عشوائي. سيد مدير اداره المرور في محافظه الدقهليه، الشركات دي تبع مين؟ الشركات دي عامله التعاقد بتاعها مع مين؟ احنا مش هنذكر اسماء الشركات اللي يملكها مين او التعاقد باسم مين ولا عضو مجلس نواب مين ولا زوجته مين ولا هنتكلم في الحاجات دي دلوقتي خالص، لكن انا هنتظر الرد من الساده وزاره الداخليه. الشركات ديت تم التعاقد معاها، مين تعاقد معاها؟ اذا تعاقد معاها صندوق المستقبل في مديريه الامن او تعاقد معاها اي مكتب او اي جهه رسميه داخل مديريه الامن، اعتقد ان العمليه محتاجه مراجعه تاني من وزاره الداخليه، لان احنا مش هنجبر الناس على حاجه انتم بتصدرين قرار لها انها اختياريه وفي نفس الوقت بيتم الاجبار عليها. الوقت بتاعنا مش هيسمح ان احنا نفتح الملف كامل لاداره مرور الدقهليه واللي بيحصل فيها او بيحصل في اداره مرور دمياط او بيحصل في اداره مرور الشرقيه، لان الواضح ان شركه روماتيك هي نفس الشركه اللي في دمياط، هي نفس الشركه اللي في الدقهليه، هي نفس الشركه اللي في الشرقيه، اعتقد ان هي واخده محافظات او واخده بعض محافظات مصر ومقاوله. خلينا هنطلع فاصل وبعد الفاصل نستقبل ضيفنا ونتكلم عن عالم السحر والشعوذه والعلاج بالقران، ولكن هنكمل الملف بتاع اداره مرور الدقهليه، اداره مرور دمياط، اداره مرور الشرقيه الحلقه اللي جايه ان شاء الله، وهنفتح الملف بشكل اوسع وهنسلط الضوء معانا بالمستندات اللي موجوده معانا وهنشوف الاسعار بتاعت الحاجات ديت لو احنا حبينا نجيبها كمتعادين من المصانع نجيبها بقد ايه. نطلع فاصل وبعد الفاصل نستقبل ضيفنا عالم السحر والشعوذه. سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. مشاهدينا الكرام، عدنا اليكم لنستقبل ضيفنا. اول الشيخ ابراهيم يوسف ولا ابراهيم يوسف؟ زي ما تحب. الشيخ ابراهيم يوسف داعي الاسلامي وراقي الشرعي. اهلا وسهلا بك يا استاذ حسن، الله يديك الصحه.
قبل الحلقه كنت بتقول لي في مناظره، في حد هيبقى في مناظره. اه بسالك. اه فانا قلت لك انا المناظر بتاعك. صح صح تمام. الرزق عندنا احنا نعرف نرزقك حاشا لله، بس خلينا ناخد الزواج. ممكن نجوزك لو انت طلقت وعايز ترجع زوجتك، احنا نجيبها لك تاني. لو بتحب ممكن نرد لك حبيبتك. طب لو انت بتحبي حد وحد اتجوز حد غيرك، ممكن نطلعه ونرجعها له تاني. اعتقد ان الحاجه دي سايده الايام دي جدا. رد الحبيب و قلب الحبيب وقلب الحبيب والمطلقه ومش عارف ايه وتطليق وتطليق المتزوجه كمان. صحيح، حاجات كتير قوي. طيب انا عايز اسالك سؤال. اتفضل. انت ساحر؟ لست بساحر. في فرق بين الساحر والجاهل والراقي الشرعي والمعالج بالقران. تمام. الساحر كافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، قال من عقد عقدا فنفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك وكفر. خلاص. ومن علق تميمة أو شيئا وكل إليه، خلاص الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، هذه تركن على جنب. خلاص هو ليس في كنف الله. تمام. أصبح في كنف ما يعلق. تمام. وأما الجاهل هو ما يدعي الطريق، ما يدعي أنه معالج أو يدعي أنه راقي، فيضر بأكثر مما ينفع. يعني يدخل في الطريق فيضر نفسه وأهل بيته وأقاربه، ثم يضر الحالات، لأنه ليس عنده العلم الكافي والثقافة الكافية والخبرات الكافية لهذا الطريق، لأنه طريق علمي بحت، ليس طريق هوائي كما يظن الناس، وليس طريق غيبي كما يظن الناس. لا، هناك خطوط عريضة ومضات كبيرة جدا بنتمسك بها حتى نحكم ونشخص على الحالة، مش حاجة غيبية. مش هقول لك ما عندكش حاجه يبقى كده عشان ما شفتش حاجه. ايه مقوماتك عشان تبقى معالج روحاني؟ يعني انت او قارئ او انا لا احب كلمه معالج روحاني. أو لان أو دائما تلتصق بالشعوذه والدجل و طب نقول والاستعانه بالجن. اما الرقية الشرعيه تختلف اختلافا تاما عن هذا كله. طب ايه المقومات اللي موجوده عندك عشان انت تبقى راقي شرعي ومش موجود عندك؟ مش عندي انا، بس اي حد يتصدر لهذا الطريق ويريد ان يكون راقي شرعي بالكتاب والسنة، فلا بد من صفات، صفات في شخصيته، صفات في علومه، صفات في قوته، صفات في استقباله للحالات، في هدوئه النفسي، استقرار بيته، في ما درس وما تعلم. يعني مش لازم يكون أزهري زي حالتنا، لكن على الأقل يكون يحفظ القرآن، عنده يعني أكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة حتى لو البخاري ومسلم فقط، عنده باع في الفقه والعقيدة والتفسير، لأن هيقابل في الحالة نفسها أشياء مثل هذه، هيحتاجها جدا جدا. الجن يحاربك محاربة حقيقية سماها الله عز وجل مقاتلة، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. إذن هي مقاتلة، والقتال خدعة والحرب خدعة، فهيحاربك بكل ما أوتي من ذكاء. فأنت تخش جاهل تطلع جاهل، تضر نفسك وتضر اللي معاك وتضر الحالة كمان. لكن تخش عالم وتفيد ما أردت أن تفيده من حالات، فهذا هو الرقي الشرعي. أما الذي يستعين بالجن كما قال جمهور إجماع أهل العلم على حرمته، لا يجوز حتى إن قال لك أنا جن مسلم أو جن كذا، الاستعانة بالجن محرمة لدليل قول الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهق. هذا الفرق واضح جدا بين الساحر والجاهل والراقي الشرعي المعالج الحقيقي. شيخ إبراهيم، وأنت بتتكلم بتذكر أنه هو بيستعين بالجان، صح؟ صحيح. في الوقت ده أنا بستعيد الذاكرة بتاعتي، بتستعيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بإيده أنه أحد الجان أنه يربطه في البتاع، قال لك لولا دعوة سيدنا أخي، لولا دعوة أخي سليمان. صحيح. صح. يعني الحاجة دي أو القوة دي أو السلطان ده ربنا ادى لسيدنا سليمان بس. صحيح. ما ادهوش لحد، والدليل على كده ان الرسول عليه الصلاه والسلام ما رضاش لم يستعن بالجن. صح. لا وهو اقوى شيء في المساله ليست هذه المساله. نعم هو صحيح في البخاري هذا الحديث، لكن اقوى حرمه للاستعانه بالجن المساله الثانيه، وهي النبي صلى الله عليه وسلم سحر في الصحيحين في البخاري ومسلم. السحر موجود اصلا. النبي صلى الله عليه وسلم سحر، لا انا اقصد الاستشهاد بهذا بحرمه الاستعانه بالجن. النبي صلى الله عليه وسلم سحر
كما جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم سحره لبيد او لبيد والكلى يعني هو كان بايده يربط ال ومش كده كمان النبي صلى الله عليه وسلم سحر ولم يعرف انه سحر يعني سحر ست شهور او ثلاث شهور على حسب اقوال العلماء في المساله ولبيد بن الاعصم اليهودي سحره سحر قتل وقد انزله الله وقد نزله الله عز وجل وخففه لسحر تعطيل فكان لا يستطيع ان ياتي زوجته خلاص ازواجه فالنبي صلى الله عليه وسلم سحر ثلاثه اشهر وعلى الراجح من كلام اهل العلم انها سته اشهر ولم يعرف انه ايه مسحور إذا لو كان هناك جواز استعانة بالجن لاستعان بهم وكان هناك النبي صلى الله عليه وسلم بيروح معاهم يعلمهم القرآن ويسمعهم كتاب الله ويعرفهم الأكل والشرب والملبس والمسكن وإيه اللي ليهم وإيه اللي عليهم ويكلمهم عن الجنة والنار إذا لو كان هناك جواز لهذه الاستعانة لاستعان بهم في أن يعرف هل هذا حسد أم مرض عضوي أم كذا وكذا ولكنه لم يستعين فهذه مسألة مغلقة. طب معنا اتصال. ألو ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه يا فندم ممكن اكلم الشيخ ابراهيم من فضلك؟ اتفضل يا فندم باسم حضرتك يا فندم مين معاك؟ عماد حمدي. اتفضل اتفضل استاذ عماد. ايوه يا شيخ ابراهيم اتفضل يا استاذ عماد. السلام عليكم. وعليكم السلام اتفضل. من فضلك انا على طول في مشاكل انا وزوجتي وما بستحملش كلمه يعني منها هي لو مثلا اتكلمت معايا ما بستحملش ان هي تتكلم اصلا على طول عايزه اسكتي اسكتي عاوزه تفضل ساكته على طول. يعني انا ما بستحملش ان هي تتكلم معايا خالص. تمام. وهي برضو نفس النظام يعني مش يعني هي عصبيه برضو وبتتكلم معايا مثلا باسلوب بزعيق وكده يعني على طول في شد بيننا. طيب متجوزين من كام سنه يا استاذ عماد؟ متجوزين من 4 سنين والاربع سنين مش مرتاحين يعني. ماشي. عندكم اولاد ولا ما فيش انجاب؟ معانا ولد وبنت. طيب تمام. ايه تاني؟ بس انا اكتر حاجه ان انا يعني وانا لوحدي بقول هو انا ليه مش طايق لها كلمه كده او مثلا مش عارف ليه اتهاود معاها ما بقاش مستحملها خالص. طيب بتشوفها في 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 مناظر قبيحه ما بتحسش؟ لا. ها لا وهي لا طيب بصراحة. وهي لا وهي لا ما اشتكتش من الموضوع ده ما قالتليش انا بشوفك بشكل وحش. طيب عندها هي عندها تعب في الرحم؟ تعب في الرحم لا يعني الله أكبر يعني خلفت عادي وكل حاجة كويسة. طيب في حاجة تانية تقولها؟ هو بس أنا يا ريت أعرف يعني إيه اللي عندنا ده ولا دي فيها مشكلة ولا دي إيه بس مش أكتر. أجيبك إن شاء الله. شكرا. نستقبل اتصال طيب من الأردن. أستاذ علاء. أستاذ علاء من الأردن اتفضل. أستاذ علاء. ألو. أيوه أستاذ علاء اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام أستاذ علاء اتفضل سامعينك. ممكن اكلم الشيخ ابراهيم لو سمحت؟ اتفضل اتفضل. ازيك يا عم الشيخ؟ اتفضل يا استاذ علاء. بخير الحمد لله. صوتك واضح لو سمحت. نعم. انت علي علي انت صوتك احنا سامعينك انت اللي مش سامعنا. والله يا عم الشيخ انا بقالي حوالي 5 سنين تعبان. ايه؟ بقالي حوالي 5 سنين تعبان بدفع الدكاتره يعني. مريض يعني. وفي الاخر الدكاتره مش جابوا نتيجه معي ولفيت على شيوخ كتير بس ما جت مع الرقيه الشرعيه. بحس راسي كده بدأت تهز لقدام ورا وزي حاله تشنج كده تجي لي يعني بيمين وشمال على السرعه يعني. لما بتسمع يا عماد يا علاء لما بتسمع الرقيه الشرعيه بيجي لك التشنج؟ لما بسمع الرقيه الشرعيه راسي بتتهز كده تتحرك بطريقه بسرعه يعني. تمام. وايه تاني بيحصل لك ايه في اثناء الرقيه لانها الحكم في الموضوع؟ ايه تاني يا استاذ علاء؟ لا بس يعني ساعة ما اسمع الرقية الشرعية بحس ان راسي كده اتهز وجسمي كله مش مظبوط كده يعني. طيب نجيبك ان شاء الله. شيخ ابراهيم معنى كده ان في اعمال بيتعمل اعمال بالسحر؟ طبعا واقوى ذلك اقوى يعني دليل على ذلك كان زمان ممكن من سنين معينة كان يقول لك لا يا عم انتوا ايه التخلف ده؟ اللي ما فيش غير العرب بس اللي بيركبهم الشياطين والجن. ما اوروبا هي والكلام ده فبدانا نعرض على صفحاتنا ادي الرقيه العالميه في فرنسا وادي الرقيه العالميه في امريكا وادي الرقيه في الصين وادي الرقيه في اليمن وفي الجزائر وفي تونس وفي المغرب وادي في العراق وادي في يعني هل تفهموني كل العالم عنده الرقيه الشرعيه والرقيه الشرعيه بعض الناس يتوهم انها في بدايه الاسلام لا الرقيه الشرعيه قديمه جدا من ايام الجاهليه الرقيه كان الجاهليون يرقون انفسهم ويسترقون لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرم الرقى الا الشرعيه فقال لا بأس بالرقية ما لم تكن
شركا، لان العرب زمان في الجاهليه كان اذا نزل الواحد منهم واديا يستعيذ بسيد الوادي، يقول اللهم، يقول اعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. ومع ذلك، لان الاستعاذه بغير الله ناقصه بل تالفه، ومع ذلك كان يتكبر الجن. يعني شوف، هو بيستعيذ باكبرهم واصلبهم واعندهم وابطشهم، ومع ذلك كان يضربونه وربما يلمسونه ويرسلون اليه الحيات والعقارب فيلدغونه. فانزل الله عز وجل بعد ان اتى الاسلام قوله سبحانه وتعالى: وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، لم يزيدهم الا تعبا ونصبا ورهقا. اما الاستعانه بالله عز وجل تنجي الانسان من كيد الشيطان وكيد الجن. أكبر بقى دليل في الموضوع ده اللي انتشر من سنتين ثلاثة أظن، وهي مسألة قوية جدا، هي مسألة التفتيش عن الأعمال في المقابر. أنا عايز الله ينور عليك. أستأذنكم كده، أنا عايز الفيديو ده اللي هو السحر المدفون على الشاشة بعد إذنكم. هتقولي كده بعد إذنكم، خلينا نشوفه الشيخ كده مع بعض. ماشي، انت اتفضل. وريهن هنا. هاي بالضبط، هاي الصبر يرتب يزبط البرك كيفية الأحمد زين. احفر احفر هنا، ثبت المكان بالضبط، ثبت المكان بالضبط. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. هو ينفع ان انا اخد الشيخ واخد اصحابي واهلي وكده ونقوم رايحين المدافن عشان ننقب عشان نطلع الاعمال المدفونه؟ طيب، السؤال ده جميل جدا. الموضوع انتشر جدا وما بقاش فريق واحد ولا فريقين، بقى كل محافظه عامله فريق بتعمل الموضوع ده. طبعا احنا هنحسن الظن باخواننا ونقول هذا من باب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب، خلاص. ومن باب حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من استطاع ان ينفع اخاه فليفعل، خلاص. ولكن الموضوع دلوقتي اللي هو في التنقيب والتنقيش عن الاسحار والاعمال في المقابر والشاشات تصور والفضائيات والكاميرات خطير جدا. ليه؟ هو نافع ومفيد من ناحيه ومضر من ناحيتين. الناحيه المفيده فيه ان هو اثبت للعالم ان في اسحار اهي ومكتوبه بخط اليد من يد الكافر الساحر الذي يريد ان يدمر البلد ويدمر البيوت والاسر وان يهلك الاعراض وان ينشر الامراض، ينشر الامراض. فخلاص بقى الناس مقتنعه ان في سحر ومقتنعه بتاثير السحر الحقيقي، لان بعض الناس يقول لك السحر في القران لكن مش موجود على العمل. انا بمرض عشان امر طبي، وانا بطلق زوجتي عشان هي نكديه، وانا ما بحلش في الامتحان عشان انا مش مذاكر، وانا لا، في سحر، وفي سحر حقيقي كما قال ابن قدامه في المغني عند الحنابلة، قال هو حقيقه نراها ونشاهدها وبعض الناس نراه قد تلبس بها، خلاص. فهي الخير في الموضوع ان هو اثبت للعالم كله ان الموضوع ده حق يا جدعان، اهو بنطلع. انا لسه شايف من يومين او ثلاثه فستان عروسه كامل بيخرجوه من تحت التربه كامل. طب هو ومكتوب عليه تفريق وطلاق وكذا وكذا. هو اللي عامل العمل ده مش شايفه؟ الله ينور عليك. هو ده بقى النقطه الثانيه اللي هي ايه، اللي هي الاضرار في الجزء الثاني. انا احسن الظن بهم، خلاص، وقلت ذلك في البدايه. لكن الموضوع اللي هو خطير، لان اللي عامل العمل انسان في القريه، في المدينة، في المكان اللي انت هتخرج فيه وبتصور، خلاص، وشايفك وشايف الناس ملمومة حواليك ورايح تصور، تمام. يبقى اللي عمل العمل عرف ان العمل ايه، هيبطل، هيفك. والساحر قاعد في نفس البلد، السحرة منتشرين جدا. يعني في زمان عمر امر ان يقتل السحرة فقتلوا 3 سواحر فقط، سواحر يعني نساء. لذلك هو كان في عموم السحر اصلا ما كانش فيه راجل محترم يبقى ساحر. يعني تخيل ان الله عز وجل لما انزل سوره الفلق قال: ومن شر النفاثات في العقد. الله، ده احنا النهارده السحره رجاله يا رب،
انت نزلتها ليه بصيغه الاناث؟ لان كانوا في الجاهليه في العرب كان يتأبى الرجل ويتعفف ان يكون ساحرا، كانت النسوه بس اللي قاعدين في البيت هم السواحر، لكن الراجل، الراجل يبقى طبيب، يبقى مهندس، يبقى ضابط، يبقى داعيه، يبقى امام، يبقى قوي، يبقى جندي، يبقى قائد، لكن يبقى ساحر قاعد يلم 20 جنيه و50 جنيه ويسحر ده ويعمل ده ويشرك بالله لاجل ذلك؟ لا، لذلك ربنا قال ايه؟ ومن شر النفاثات الاناث. فقتلوا 3 سواحر في عهد عمر. النهارده لو 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 قلنا هنقتل السواحر او هندخلهم السجن او كذا، في كل منطقه في 100 وفي 50 وفي 20 ساحر. اذا الساحر قاعد في البلد، والست اللي عملت او الراجل اللي عمل السحر هيروح يعمل ايه؟ يجدد السحر. دي اول حاجه، اول مصيبه في الموضوع ده. تاني حاجه خطيره جدا بقى، وهي ان المجموع ما ينفعش. انا بحصن نفسي، بقرا الاوراد، بصلي الفجر في جماعه، عارف اللي ليا واللي عليا في هذا الجانب، فممكن اروح بنفسي انا وكم شيخ نعمل الحاجات دي خلاص، او كم واحد يفهم الطريق. لكن تاخد لي 50 واحد بين شاب عنده 10 سنوات وبين شاب عنده 20 سنه وبين شاب عنده 30 وبين عجوز وبين امراه وبين فتاه وبين رجل لم يتزوج، جميع لجمع، أكيد فيهم من بينهم لم يتوضأ، من بينهم من لم يقل الأذكار، من بينهم من لم يصلي الفجر في جماعة، من بينهم المخطئ المسيء المذنب الذي دخل وجسده مفتوحا للجن فيلبسه الجن. أنت بتمسك عمل واثنين وثلاثة واربعة، هيصادفك عمل هيلبسك. إذا هذا ضره اثنين ونفعه واحدا، عشان نكون بس منصفين في الطريق. معنا اتصال. ألو. أيوه أيوه يا فندم، معاك، تفضلي. السلام عليكم. أستاذ أماني تفضلي. عليكم السلام. حضرتك سامعني؟ ايوه يا فندم اتفضلي. لو سمحت عايز اسال سؤال. اخويا بيصحى من النوم متخربش. ممكن بس توطي التلفزيون بعد اذنك؟ نوطي شويه. ماشي. بيجي له اختناق، بيجي له اختناق ومتخربش. اتفضلي يا فندم كملي. كل يوم، كل يوم كده، كل ما ينام وبينام بصعوبه مش بيعرف ينام. طيب نجاوبك ان شاء الله. حاضر يا فندم. حاضر استاذ اماني. معنا اتصال تاني من اسكندريه. استاذ امونه اتفضلي. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله. استاذ امونه اتفضلي سامعينك. لو سمحت يا شيخ، لو سمحت اتفضلي. زوجي، حضرتك سامعني كويس؟ سامعك ان شاء الله اتفضلي. طيب زوجي بيصلي الحمد لله، بس هو مش بيصلي في جماعه، هو بيصلي يعني في البيت. هو على طول مريض، على طول مريض، ما فيش تحسن خالص، دايما بيشتكي بالم في رجله وفي ركبه ودايما صحته ضعيفه، يعني دايما هزيل، برغم ان هو يعني كويس بياكل الحمد لله. فاحنا سالنا ناس قالوا لنا ان هو محسود نظره ارضيه، محسود من تحت الارض تقريبا، حاجه زي كده يعني. ماشي هجاوبك ان شاء الله يا اختي. طيب نبدا نجيب على الأسئلة عشان لو الوقت خدنا. ماشي. احنا برضو عملنا ان شاء الله. ماشي. السؤال الاول من استاذ عماد من القاهره، بيقول مشاكل زوجيه ولا انا بتحملها ولا هي متحملاني، وعلى طول بنشتم بعض، على طول متخانقين. طيب سالته طبعا، هو انت بتشوفها بمنظر قبيح او هي بتشوفك؟ لا طبعا. طب امراض في الرحم كذا؟ طب اول حاجه، المشاكل بين الزوجين من الشيطان، هناك فرق بين الشيطان والجن خلاص. ان ابليس كان من الجن، يبقى إبليس ده طائفة من طوائف الجن وليس الجن خلاص، طائفة واحدة من طوائف الجن، ومنهم المسلمون والصالحون ودون ذلك خلاص. طيب المشاكل الزوجية من الشيطان، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يعرض في الصحيحين، أن الشيطان يعرض عرشه على الماء كل صباح ويرسل سراياه تترى لبني آدم خلاص، ثم يرجعون إليه فيقول ماذا فعلت؟ فيقول ما تركته حتى فعل كذا وكذا، فعل كذا وكذا، يعني قتل أبوه، زنى بحليلة جاره، أكل الربا، قتل فلان، سرق من مال الدولة، كذا، أي شيء، فيقول ما فعلت شيء، ما فعلت شيء، ما فعلت شيء. والأخير بقى البطل القائد بتاعهم بتاع الأبلسة يقول ماذا فعلت؟ يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته، أو بينه وبين أهله، فيقول له هو أنت، أنت أنت، ثم يجلسه على كرسيه، الكرسي القيادة، ده أنت تخطط وترتب. اللي عمل إيه؟ اللي عمل الطلاق. العلماء بيقولوا من أغرب الأشياء إن الطلاق حلال وإن الزنا والحاجات دي حرام. لا، الشيطان لما هيخليها تتطلق ويخلي البيت يتفكك، هيخلي البنت والولد والأسرة كلها في ضياع. فاللص يطلع من البيت ده، والزاني يطلع من البيت ده، والساحر يطلع من البيت ده، والهالك الفاشل اللي ما تعلمش كويس يطلع من البيت ده، وبتاع إذن كل ما تستطيع أن تقوله من الذنوب يطلع من البيت ده. فالشيطان هو سبب كل ده. لكن فعلا بيبقى فيه حقيقة في الموضوع ده، لكن بنسأله أسئلة معينة. يعني مثلا بيبقى الجن العاشق
المس العشق بيتسبب فعلا في الطلاق، دايما بيخليها في صورة قبيحة، دايما تخليها هي باردة في المعاملة كلها في البيت، وهو ما يبقاش طايقها، شايفها بمنظر قبيح. عشان كده سألته، وكل يعني خلاصة الموضوع أن يعرض نفسه على الرقية الشرعية. الرقية الشرعية دي يا أخواننا قرآن، يعرض نفسه على الرقية الشرعية، يأتيها يأتي بها الرقية الشرعية من القرآن، من القرآن والسنة والكلام الطيب. ما النبي صلى الله عليه وسلم جعلها عامة، قال لا بأس بالرقى في صحيح مسلم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. أي رقية طيبة حتى لو بالكلام الطيب، يعني ربنا يشفيك صاحبتك العافية. يقال عن ابن تيمية أنه ذهب إلى مريض ليرقيه فقال صاحبتك العافية فعوفي. سبحان الله، بركة، كل الكلام الطيب بركة. فإحنا نقول له ارقيها وهي ترقيك، فإن وجدت شيئا خلاص بدأ في أعراض، وبدأ في أعراض قوية، هيجان وصراخ، واقفل القرآن مش عايز أسمعه، ودوخة وكذا، وعايز استفرغ ورق الكلام ده كله، خلاص وقف، يلا بقى روح بقى لمتخصص في هذا المجال يعالجك، يعطيك الطريق، يعطيك الأدوية، يعطيك خلاصة خبراته ودراساته في هذه المسألة. ده السؤال الأول لأستاذ عماد. السؤال الثاني أستاذ علاء الأردن. أهلا ومرحبا بأهل الأردن. بيقول خمس سنين مريض، تمام؟ الله عز وجل يقول وإذا مرضت فهو يشفين. الله عز وجل الذي يبتلي الإنسان بالمرض وهو الذي يبتليه بالشفاء، ونبلوكم بالخير والشر، بالشر والخير فتنة، خلاص؟ طيب بيقول بلف على الأطباء كلهم ما عنديش أي حاجة، التحاليل كلها إيه؟ سليمة. سليم. الأطباء ما عندكش حاجة. هنا نبدأ نشك بقى، لأنه لف في الأول على الأطباء، لا بطن وجعه ولا ظهره وجعه ولا راسه وجعه ولا رجله وجعه، وشاب عنده 30 سنه في قوه فتوته، ايه المشكله؟ يعرض بقى نفسه على الرقيه الشرعيه، لانه بيقول بسمعها بعمل ايه؟ بدوخ وعايز ارجع وراسي بتتحرك غصب عني. نقول له لازم تعرض نفسك على الرقيه الشرعيه، تسمعها بودنك وتبقى متوضي وامام القبله، وتبقى مصلي وقايل اذكارك، وتبدا تسمعها بصوت مرتفع لاي رقي شرعي. وانا بقول لاي رقي شرعي، عشان بيقرا بنيه منفذه للجن، خلاص؟ يبقى بتسمع الرقية، لو ظهر هيجان، صراخ، إغماء، صرع، يبقى كده أنت مصاب وعليك أن تعالج نفسك. أستاذ أماني؟ لا، الأستاذ أمال جيزة. أخوها بيقوم كل يوم، السؤال ده بيتعرض عليها في الصفحة دائما وفي البث المباشر، وبيتعرض عليها في كل مكان حتى في المركز. أخوها بيصلي من بيقوم من النوم دائما متخربش، خلاص؟ واختناق، دايما مخنوق ودايما كذا وكذا. يا اخوانا في حاجه اسمها الجن الساكن بالبيت، اللي هو الجن المعمور، الذي الجن العامر الذي يسكن معنا في البيت. الجن ده حقيقه مش خيال، وهو والايمان به من الركن السادس في الايمان، يعني الركن السادس في الايمان الايمان بالجن. طب هم دول ساكنين في ساكنين معانا في بيوتنا، لذلك منهم الصالح ومنهم المسلم ومنهم الطايش. الطايش ده يعمل ايه؟ يخربشك، يتعبك، يجثو على صدرك، اللي هو الجثوم. معظم الناس يقول لك انا بيحصل لي حاجه غريبه يا شيخنا، انا دايما بصحى الاقي نفسي متكتف لمده نص دقيقه وبعد كده اقوم، انا عندي حاجه. اقول له لا، ده اللي اسمه الجثوم، يتعرض اليك باذى جني يجثو على صدرك، ليس 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 ذلك بمس، خلاص. لكن لو تكرر مع زي ما قالت، يعرض برضه نفسه على الرقيه الشرعيه، انت او ابوه او امه او نفسه، يرقي نفسه ويشوف الدنيا فيها ايه. اخر سؤال عندنا، الاستاذه منى من اسكندريه بتقول زوجي بيصلي على طول ومريض والم في الرجل ونحيف، ياكل وما يتخنش الا غير ذلك. بيقول ان المشايخ قالوا حسد وعين. نعم، هذا حق، هذا عين، ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على قال في 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 الصحيح، قال ما لبني اخي، يقصد ما لاولاد جعفر بن ابي طالب، قال ما لي من حديث اسماء بنت عميس، قال ما لاولاد اخي او بني اخي قد اصابتهم في اجسامهم ضراعه، يعني نحافه وقله وضعف، قال هل اصابتهم الحاجه؟ مش لاقين ياكلوا، ما فيش طعام، ما فيش شراب، نديهم فلوس يعني. فقالت أسماء بنت عميس رضي الله عنها، قالت لا يا رسول الله، ولكنهم تسللت إليهم العين. يبقى حسد وإيه؟ وعين، تسللت إليهم العين. النبي يقول بقى، قال فرقيهم يا أسماء. وأسماء بنت عميس كانت من رقاة الجاهلية، فلما أسلمت كانت من رقاة الإسلام، كذلك شفاء بنت عبد الله، كذلك آخرون من صحابة الرجال. فقال ارقيهم يا أسماء. فقالت يا رسول الله أعرض عليك رقاتي؟ قال أعرضيها، يعني قولي هتقولي إيه. قالت فقلت كذا وكذا وكذا، قال فارقيهم يا أسماء، يعني أقرها بالرقية، فارقيهم. فإن شاء الله هذا عين. وعلاج العين، عشان بسرعة كده، علاج العين المعوذات. أي أحد يقرأ المعوذات، وهي أربع أشياء، يسمع المعوذات والفاتحة مكررة، ويقرأ المعوذات والفاتحة مكررة، ويضع فمه في الماء فيقرأ المعوذات والفاتحة مكررة ثم يشرب، والرابعة يضع فمه في الماء اللي هو رقية الماء، والنفس في الماء،
ثم يقرأ الفاتحة مكررة والمعوذات، ثم يشرب ويغتسل ويسمع ويقرأ. الأربعة دول ينهي العين تماما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه، وقال أحاديث كثيرة جدا في العين، فقال منهم: العين حق، والعين تدخل الرجل القبر والجمل القدرة، وقال: العين تقتل، وقال: أكثر ما يقتل بعد قدر الله العين. كثير أحاديث كثيرة في العين. الجان ممكن يتزوج من الإنس؟ هذه مسألة أيضا، مسألة يعني طال فيها الكلام، وهي مسألة قديمة أصلا. يعني علماءنا ما سبلوناش حاجة، ما فرطنا في الكتاب من شيء، علماءنا سدوا الشمس كتب. لو كما قال بعض أهل العلم لو وضعت كتب الإسلام في الأرض لطافت المشرق والمغرب. خلاص، يبقى علماءنا تكلموا في هذه المسألة. هل يجوز أن يتزوج الجني من الإنس أو من الإنس أو الجني؟ لا يجوز شرعا، هذا حرام. لكن السؤال بقى هنا اللي انت عايزه، اللي انت عايزه مني، هل يسوغ عقلا؟ هو ده اللي انت عايزه. لكن يجوز غير يسوغ عقلا؟ يجوز لا يجوز، حرام. قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم. ده اللي بيبدأ بحكاية المس بتاع العشر. الله ينور على الجدع، هو ده. هي بيعافر معاها ومش عايزها ومتضايق ان في حاله زي كده، فتبدا تقول له طب انا فيحب الموضوع ويقول لا طب انا ليه، فتبدا تكلمه تقول له طب نتجوز طب كذا. اذا هو مسوغ عقلا، يعني ينفع. والجماع معروف وانتشر ذلك. قال ابن القيم في كتابه زاد المعاد: وهذا مما انتشر وعم وطم ولا ينكره الا جاهل. حصل النساء المسلمين. خلاص، يبقى المساله دي قبل ما نسيبها، مسوغ عقلا الجواز اي الجماع، يعني مسوغ عقلا. طب جائز ان ارتضي بذلك واتركه؟ لا، ليس بجائز شرعا. اللي هو ايه؟ طب احنا ازاي نحصنهم؟ نحصن النساء ازاي؟ تحصين النساء بقى او تحصين الناس كلها، تمام، ببعض الاشياء كلها شرعيه. اول شيء ان تكون مؤمنا، ان تكون عبدا لله. قال الله عز وجل في حق الشيطان: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. يجي واحد يقول لك طب ما هو ربنا يقول إن عبادي، هو أنت عبد الله؟ لا، العبودية كبيرة جدا، إذا حققتها لا يكون سلطان عليك من الجن ولا من الشيطان. يبقى أول حاجة تحقق العبودية. العبودية أنه ليس هناك أكبر من الله ولا أعظم من الله ولا أعلى من الله ولا أقوى من الله ولا أقدر على أحد من الله. يبقى الله أولى من كل شيء حتى من نفسك التي بين جنبيك. يبقى تحقيق العبودية. ثانيا الطاعات والمسارعة في الخيرات. زكريا لما ربنا اداله ولد بعد ما كان عمره حاجة 130 وزوجته عاقر، ربنا قال ايه؟ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. لا يا عم، ده انت لو عايز تاني كمان خد. طب ليه؟ عشان نبي؟ لا، حاشا وكلا أن يفضل الله بعض الناس على الناس في العطيات وفي الأقدار. لا، ليه؟ عشان ايه؟ عشان ثلاث حاجات: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهو ده التحصين. التحصين بصورة البقرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا البقرة أو خذوا البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: البطلة كبار السحرة. تخيل سيد حسام إن واحد في المنطقة بيقول لك هبوظك، هبهدلك، هطلق مراتك منك، مش عارف اعمل ايه. والله بيحصل، والناس بتيجي تعيط: يا شيخ اعمل لي حاجة، انا تعبان، انا خايف منه، انا مش قادر اصلا اشكيه عشان ما يضرنيش. اقول له: لا، عليك بالبقرة والمعوذات. البقرة قال فيها النبي الصادق المعصوم المصدوق، خلاص، البقرة كلها بركة او اخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل، يعني بقى ايه؟ الحريفة بتاعة السحرة، كما قال ابن مسعود: البطل كبار السحرة. ده التحصينات. اذكار الصباح والمساء ان يقول اذكار الصباح والمساء يوميا. من قال اذكار الصباح والمساء لا يضره الشيطان ولا يتعرض له. فيها يعني فيها جملة او دعاء او حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كل صباح لا يمسه الشيطان ولا يقربن، كانت له حرزا من الشيطان يومه كله. ومن أكل 7 تمرات كل صباح، أو من تصبح 7 تمرات عجوة كل صباح، لا يمسه في ذلك اليوم سم ولا سحر. ده لا سم ولا سحر. إلى كذلك البعد عن الحرام. الشيطان يغوينا بمشاهدة الحرام وبرؤية الحرام وبالسعي إلى الحرام وبأكل الحرام وبالتطلع إلى الحرام وبتفقد الحرام. لكن هتستقيم على أمر الله؟ يصدق فيك قول الله عز وجل: إن الذين اتقوا، التقوى هنا بقى، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان. معلش، ممكن تبقى تقي ونقي وصالح مؤمن ويصيبك الشيطان، ما فيش مشكلة، لكن يصيبك دقيقة يوم ساعة، لكن يطول، لكن ما يطولش. تجي لي حالات يا حسام بقى لها 20 سنة مش عارفة تتعالج، يقول لك لفيت على المشايخ كلها بقى لها 50 سنة. أقسم بالله في حالات عليها 50 سنة. إيه ده؟
ايه ده؟ لا، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون يكملون المسير. هذه التحصينات. شيخ ابراهيم، يمكن الوقت بتاعنا كان ضيق، لكن احنا لنا حلقه ان شاء الله ثانيه، لان عايزين نتكلم عن ماذا ياكل الجن، ماذا لا كل حاجه ان شاء الله، ينام الجن، حاجات كتير عن عالم الجن، وفي نفس الوقت عايزين نكشف بعض الالعاب لبعض المشعوذين. طبعا ان شاء الله. كويس، صحيح. انا شاكر لك جدا حضورك واستجابتك لدعوتنا، جزيت الجنة حبيبي. واتمنى ان شاء الله ان الساده المشاهدين يكونوا استفادوا، وان شاء الله هيستفيدوا اكتر كمان. اللهم امين. مشاهدي الكرام، اشكركم والى اللقاء.